الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا، منورين عائلة لوكا موفي. جاي لكم فيديو جديد النهارده، تحدي الاندومي انا وبسمله، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، عايزين لايكات كتير، ادعوكم معانا وكومنتات اكتر. يلا بينا نخش دلوقتي. زي ما انتم شايفين بدانا التحدي، كل واحد محضر للتاني فين عقاب، والعقاب في اخر الفيديو. ويا رب فيديوهاتنا تعجبكم. جاهزه للتحدي؟ جاهزه للتحدي. يلا بينا دلوقتي، يلا هنبدا. ان شاء الله انا اللي هكسب. انا اللي هكسب يا جماعه. طبعا يا جماعه انا اللي هكسب، وهي لسه تاكل واحده واحده. مش قادر. بس برضه ان شاء الله انا اللي هكسب. ليه امتي داخلة تحدي ولا بتتسلي؟ مش قادر. شكرا الله، هاخد العقاب في الاخر. انا مش قادر، بس في عقاب لازم. الاندومي مليان شطة. انت ايه مش قادر تاكل؟ مش عارف ايه، مولع مش قادر. التحدي الجاي بقى دخلوجي معايا، انت ما مش قد التحديات. مش قادر يا جماعة. المشكلة انه سخن، يعني المشكلة انه سخن وفي شطة. التحدي مش قادر، خلاص كده مش قادر، خلاص مش قادر. يعني انت انسحبتي؟ مش قادر. طبعا يا جماعه هي انسحبت من التحدي زمان. لا بقى انت كده، انت مركنهم في الجنب ليه؟ يعني ليه كده اهو؟ مش عارفه بقى مين. لا يلا نكمل.
يلا نكمل. لا مش قادر. يلا نكمل. يلا نكمل. مش قادر. طبعا زي ما انتوا شايفين هي خسرت التحدي. ما مش عارفة بردك مين اللي فينا مش عارفة. ايه انت قلت انسحاب. ماشي بس انا حاسة ان احنا مش عارفين. خلاص يلا نكمل. مش عارفة بعد منه ولا زيادة ولا اقل. قلت انسحبت. يلا نكمل زي ما انت قلت انسحبت. ها؟ لا انا مش يلا اختار حل قدام الناس اهو. لا مش قادر. بس هي كده انسحبت ومفيش فرق يعني هي انسحبت يبقى انا هدي لها العقاب. هجيب لها العقاب وهاجي لكم. دلوقتي زي ما انت شايفين هي اللي خسرت وهتحدد عقاب من الثلاثه دول هي اللي هتختار يعني انا مش هختار لها عقاب محدد هي اللي هتختار بنفسها. يلا لف وشك لف وش يلا رجعي تاني اختار اختار واحدة من الثلاثة اختار عقاب يلا اختار ها هي تختار دلوقتي عقاب يلا اخترت عقاب هي اللي حددت على نفسها تعالي بقى كده يلا اجي فين؟ تعالي هنا بس تعالي هنا كده طحينة تعالي هنا تعالي يا بنت وفي هنا تعالي هنا تعالي اقف اقف هنا تعالي اقف هنا يلا ما تعالي هنا ها تعال تعالي وتقع طب ماشي تعالي مفيش دعوة مين دي تعملها كده تعالي طيب اقف هنا ما تقي هنا بصي بقى للكاميرا نزلي ايدك لما تنزلي ايدك يا بنت هي اللي خسرت وهي تستحمل العقاب ما تخشيش قدامي تاني في التحديات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ونشوفكم الفيديو الجاي سلام